السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أفضل خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن داخل مصر. زي ما عودنا حضراتكم بوعودنا الجميلة إن إحنا مش هنعرض لكم غير من جميع المزارع الموثوق منها. النهاردة بإذن الله من محافظة المنوفية هنعرض لحضراتكم غنم عشار، حاجة بسم الله ما شاء الله. ويا ريت يا جماعة أي حد لسه ما عملش لايك يدوس لايك الفيديو يدعمنا بيه، لو لسه ما عملتش لايك وقف الفيديو واعمل لايك يا باشا وارجع لنا تاني. فخلينا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة عرضنا من محافظة المنوفية بركة السبع. النهاردة هنعرض لحضراتكم شغل نظيف جدا بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين 32 نعجة برقي حر، 32 نعجة برقي حر فيهم 26 عشار وستة فاضيين، 26 نعجة عشار وستة فاضيين، حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا جماعة القطيع واخد جميع التحصينات اللازمة ويعني شغل فواخر بجد، فربنا يبارك للي هياخدهم. بالنسبة للأعمار بتاعة النعاج فيهم كاسر ستة وفيهم قافل جديد، كاسرين ستة وقافل جديد، ده بالنسبة للأعمار بتاعة النعاج. والأسعار النهاردة يا جماعة معانا يعني أسعار جميلة جدا جدا بالنسبة للنعاج العشار. هيكون العرض بإذن الله النهاردة الراس الواحد في العشار ب 2900 جنيه فقط لا غير، 2900 جنيه يا جماعة للرأس الواحد للنعاج العشار. طبعا فيهم 26 نعجة عشار وستة فاضيين، فأي حد حابب يتواصل أو محتاج العرض ده يتواصل مع أصحاب العرض فورا على 010-16-06-02-91. طبعا رقم أستاذ محمد هيكون قدامك حضرتك في الفيديو تقدر تنقله بكل سهولة. وبالنسبة للمكان يا جماعة محافظة المنوفية بركة السبع، محافظة المنوفية بركة السبع. طبعا انا ما حبيتش اطول على حضراتكم، قلت اقول لكم على عرض سريعا سريعا كده عشان اللي محتاج العرض دوت يتواصل فورا قبل ما يتباع. واخيرا اتمنى من عائلة المزرعة البيتي اي حد فيكم لسه ما دس لايك للعرض يا ريت تعمل لايك للعرض دايمنا بيه. ولو حضرتك اول مرة تتفرج علينا اهلا بيك يا باشا في عائلة المزرعة البيتي، ويا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الاشعارات بتاعة العروض اللي بتنزل يوميا. شكرا متابعة حضراتكم، كان معكم محمد مصطفى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلا